السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. دائما في نفس الموضوع، وهو يعني طريقة تثبيت الويندوز 11 على برنامج الـ VMware Workstation. إذا في الفيديو الماضي يعني شرحت لكم، هذا هو الفيديو، شرحت لكم يعني طريقة تجاوز الـ TPM و Secure Boot. لكن يعني هالطريقة هذه فيها عيب، وهو عندما أريد الدخول يعني على الويندوز سيطلب منك دائما يعني الباسورد. إذا هذا هو عيب هذه الطريقة هذه. إذا في هذه المرة هذه أو في هذا الفيديو سأريكم يعني طريقة دون إدخال الباسورد. إذا الطريقة هي طبعا سنقوم بإنشاء دائما نيو فيرتشوال ماشين، ثم طبيعة الحال نيكست، ثم اي ويل انستال. هذه المراحل شرحتها في الفيديو السابق، سأترك لكم يعني الرابط في الديسكريبشن. هنا سأقوم بتسميته ويندوز 11 نيو ميثود ولا بيست ميثود، سميه كيفما تشاء، انا فقط هنا اشرح. اذا هنا بطبيعة الحال 70 جيجا فما فوق، يعني يمكنك ان تضع اي رقم تريد على حسب يعني القرص الصلب الخاص بحاسوبك، ثم نيكست، ثم فينيش. إذا بالنسبة للإعدادات بطبيعة الحال الميموري يجب أن تقوم بوضع يعني 4 جيجا. لماذا؟ لأنه المينيموم ريكويرمنت اوف ويندوز 11. ثم البروسيسور بطبيعة الحال الكورز 2، السي دي بطبيعة الحال ستختار الإيزو الخاص بويندوز 11، شرحت هذه الأمور يعني في الفيديو السابق. هو الايزو الخاص بالويندوز 11. ثم طبيعة الحال سأقوم بقطع الانترنت هوست اونلي حتى يعني تكون يعني مراحل الفورمات يعني سريعة ولن يحتاج الى الانترنت. وبطبيعة الحال سنحتاج اوبشن، ثم ادفانسد، ثم انيبل سكيور بوت. اذا هذا كل ما في الامر. وبطبيعة الحال لن اقوم باضافة التي بي ام. اذا في الفيديو الماضي قمنا باضافة يعني التي بي ام، ها هي، لكن هذه المرة لن نقوم بإضافتها. سنضغط على أوكي، ثم سنبدأ مباشرة يعني الفورمات. إذا بعد أن يقوم يعني سأقوم بالضغط على أي حرف في الكيبورد حتى يدخل على الفورمات، ثم بعد ذلك يعني سأريكم يعني الأوامر التي سنقوم بها. هي هذه طبيعة الحال، هذه الأوامر التي سنقوم بها. سأترك لكم طبيعة الحال هذه الأوامر في الديسكريبشن. ودائما انتبهوا لهذه الأمور التي سأكتبها كلب كونفيج، يعني لاحظوا فالL ماجيسكول أو كبيرة، L كبيرة ثم C كبيرة. كذلك هذه الكلمة هذه يعني احذروا، فبي ماجي كبيرة، ثم TPM الى حدود هنا فهي كبيرة. اذا هذه الامور يجب ان تكتبوها يعني بطريقة صحيحة 100%. اذا بعد ان تصل هذه المرحلة هذه ساقوم فقط بالسنتر هكذا، ثم يمكنك تغيير يعني الكايبورد الخاص بك كي تختار يعني فرنش. بالنسبة لي لدي كايبورد فرنش، بالنسبة لك يعني ان كان كويرتي لا تقوم بتغيير شيء. انستال، ساريكم انه يعني سيتوقف. I don't have a product key. 11 برو بطبيعة الحال. Next. إذا هذا هو المشكل، يعني الحاسوب لن تستطيع الفورمات. لماذا؟ لأنه ليس لديك يعني TPM. إذا في الفيديو الماضي أريتكم طريقة لكن فيها عيب الانكريبت، يعني دائما ستحتاج إلى باسورد. في هذا الفيديو فستحتاج فقط في هذه النافذة هذه أن تضغط في الكايبورد عندك في لوحة المفاتيح على Shift ثم F10 هكذا، أو Shift Fn10، يعني الاثنان، إما أن تعمل معك Shift ثم F10 أو Shift والاف ان والاف 10، يعني تقوم يعني بالضغط عليهم يعني مرة واحدة. اذا ستنبثق معك يعني نافذة يعني السي ام دي، ثم ستكتب يعني ريج ايديت، ثم ستذهب الى هاي لوكال ماشين، ثم سيستم، ثم فوق يعني السيت اب ستضغط كليك يمين،
ثم نيو ثم كي، ثم ستقوم بتسمية هذا المكان هذا نيو كي، ستكتب لاب ثم سي كبيرة كونفيج هكذا جيد، ثم انتر جيد. الآن ستقوم بالضغط، يعني سأقوم بالنزول قليلا هكذا، ستقوم بالضغط، ستقوم بالضغط كليك يمين فوق اللاب كونفيج ثم نيو، ثم ستختار دي وورد 32 بت فاليو، ثم ستكتب الاسم يعني باي باس ثم تي بي ام، انتبهوا فالحروف كبيرة هنا تي بي ام سي كبيرة، ثم تكمل يعني حروف صغيرة تشيك هكذا، ثم تضغط مرتين فوقها، ثم تقوم بتغيير هذه القيمة إلى 1 ثم أوكي جيد. إذا الآن ستقوم بغلق هذه النافذة، ثم كذلك ستقوم بغلق هذه النافذة، ثم ستعود إلى الخلف هكذا، ثم next جيد. لقد يعني أصبح بإمكاننا يعني تثبيت الويندوز 11 دون يعني مشكل انكريبت ودون يعني وتجاوزنا مشكل التي بي ام. وهنا بطبيعة الحال ستختار يعني القرص هل تريد تقسيمه أم لا، ثم next ومبروك عليك، يعني أصبح بإمكانك يعني استعمال الويندوز 11 على برنامج الويندوز على برنامج الـ VMware Workstation. وبطبيعة الحال طريقة الفورمات والمراحل والتكملة يعني ستجدها يعني في البلاي ليست، ولقد تركت لكم يعني البلاي ليست اسمها ويندوز 11 حكيم المصاري، ستضغط على Official Play List Complete ستجد يعني الفيديوهات، وهنا يعني شرحت تثبيت الويندوز 11 على النظام الوهمي يعني المراحل كاملة، وكذلك يعني طريقة التحميل من هنا، يعني أنصحكم بمشاهدة الفيديوهات هذه فهي يعني جيدة لكي تستفيدوا. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، السلام عليكم.